لعبة البوكس عايزة صبر وتركيز. تعرف ازاي تظبط دراعك، تظبط ايدك، وتكون مسخن دراعك كويس. اللي لعبها غلط تمرين كاراتيه لا قدر الله ممكن يحصل لك خلع كتف. انا ماليش في مجال الكاراتيه خالص، لكن بفضل الله كنت اكتر رياضه بعملها كانت رياضه البوكس، ضربه البوكس. تمام، انا مجالي بس في التخطيط وكمال الاجسام. بس تعال لكم التمرينات دي هتعجبكم. النسبه 80% الاطفال بيحبوا يلعبوا التمرينات دي، اكترهم كاراتيه. انا ككابتن عجوز هعمل التمرينات دي. ده هيكون اول فيديو. اشتراك ولايكات ودعم القناه. اول حاجه لما حصلت مشكلة في الرس لازم نعمل تمرينات دي. 1 2 3 4 5 كده لازم ان احنا ايه نقوي المنطقة دي، نعمل لها تمرين بحيث ان احنا ما حصلناش اصابة. تمام.